أنا سيدة مغربية عندي 54 عام في عمري، مطلقة هذه 20 عام، عندي 4 ديال الدراري. طلقت للترخلي، يعني سمحت للزوج ديالي في النفقة ديال الدراري، أنا كنت عايشة معاه العنف وهذا. المهم هزيت ولادي، كنت سهرة عليهم، كنت أنا كل شيء بالنسبة لهم، الأب والأم. المهم بداو تيكبدوا الولاد شوية، بديت نعاني شوية من الناحية المادية، لأنه كنت كارية، وبديت نعاني من مرض نفساني اللي دابا استمر معايا 17 سنة. يعني 17 سنة ديال المعاناة مع المرض النفساني. المهم كبروا الأولاد، جاتني واحد الفرصة أنني باش نشد واحد الدار، يعني صغيرة على قد الحال. قلت لهم نحيد من الكرا وندير الدار. فعلا داك الشيء اللي كان، انتقلت شريت خديت ديك الدار، تسلفت من هنا ومن هنا ومن هنا. المهم غرقت كريديات، درت ديك الدار، قلت بأنني هذا هو الأمان، هي الدار. أتاري هذيك الدار كانت بالنسبة لي ماشي أمان، كانت سبب في دخولي للسجن. سنة ديال السجن، المهم سنة ديال السجن كانت كلها عذاب، معاناة، يعني نهار بنهار بدا يبدا يموت. وما أدراك ما السجن. المهم خرجت من السجن مدمرة، خرجت إنسانة أخرى، ما بقيتش أنا ديك الإنسانة، نسيت الفرحة، لأنني ما بقاش عندي الفرحة في حياتي كاع، فرحة ما تنعرفهاش، الدنيا كلها ظلام، نظرت للمجتمع، أنني كنت حبست، بأنني تحبست على ود باش نشري الدار لولادي. المهم نظرت للمجتمع، نظرت الناس، زادت دمرتني أكثر أكثر. خلتني ما كنبغي لا نخرج ولا ندرج ولا وليت سد عليا. المهم مشات الدار، مشى كل شيء، الخدمة حتى هي سنين وأنا كنسى الخدمة، حتى دزت في المجلس الإعلامي بلي رجعت للخدمة. البنضة ديالي كلها كريديات، كنت بقى لي 1500 درهم، شنو غادير بيها؟ واش غادير ليا 4 ديال الدراري والكرا وزيادة على المصاريف ديالي اللي ما بقيتش كنمشي، واخا تنمشي عند الطبيبة تناخدش الدواء. تمنيت غير الفرحة، ما بغيتش تدخل الفرحة لقلبي، حتى ولادي تدمروا معايا. المهم أنا كريت واحد الدار صغيرة، يعني بيت تقريبا وصافي، أنا ولادي باش نجمع ولادي، تاني ما عمرني جمعت ولادي، لأن بدات عمساني معاناة أخرى، أنه ما عنديش باش نخلص الكرة، ما عنديش الماء، الضوء قطعين عليا، زمن فقط 21 سنة نهز حوايجي باش نجيبهم من الوالدة ديالي تصبتهم ليا. الدواء انا ما تنقدرش نمد يدي ليها الناس، نبقوا اصدقاء، ما بقوا حتى شي حاجه، ما كاينش، مع انني اصدقاء كانوا عندي اصدقاء تنساعدهم وتنوقف معاهم، مابقاوش اصدقاء. المعاناة عانيتها بوحدي، تتألم بوحدي في صمت، تتألم بوحدي في صمت.
المهم انا دابا تنشوف راسي في الشارع، يعني انا ما خلصتش الكرا وما خلصتش الدو، تنشوف راسي في الشارع، شكون غيدخلني اللي تيدبرني اكثر؟ ان ولادي كل واحد في قنت، كل واحد في قنت، ولادي تيبكيو تيقول لي يا بابا بغينا نتجمع، انا ما قداش نجمع ولادي، انا ما عنديش ما عنديش، دمرت بزاف بزاف، تعييت تعييت، محاولة الانتحار درتها مرارا وتكرارا، ماشي بابا ماشي جوج، ما بغاتش تنجح، يعني حتى الفرحة ما بغاتش تدخل قلبي، بغيت فرحة تفرحني وتفرح ولادي، أبسط حاجة أبسط حاجة تنحتاجها في حياتي ما لقيتهاش ما لقيتهاش، حياتي كلها 54 عام كان خصني نرتاح، تديني دابا عاد بدات تعني المعاناة الحقيقية، المعاناة الحقيقية، نلقى راسي في الشارع، شكون غيدخلني؟ شكون غيرحمني؟ كاينش كاينش، أنا ما المهم أنا مدمرة، ولادي ضايعين، كل واحد في قنت، تيبقاو فيا الولاد اللي ضحيت عليهم وتكرفست عليهم، أنا ما بغيت لا دار ولا أنا بغيت إيه داك الدويرة الصغيرة اللي كارسونيير اللي عندي نبقى فيها مجموعة أنا وولادي فيها، ويكون حتى عندي كرامة وحق في الموضوع، يكون عندي موضوع موضوع، ما بقيتش واحد قرض 21 عنده لا بلدو، هذا مصيري 34 عام اللي خدمت مع الدولة، هذا هو مصيري، أنا المرأة المطلقة اللي ما خديتش حقي المرة الأولى، ضاع الصافي بنسبب خضايا السيد هو اللي ضيعني وضيعني شبابي، ضاع شبابي وضاعت حياتي، ضاع كل شيء، أنا مريضة واحد الدرجة تنقول اليوم نموت غدا نموت، اليوم نموت غدا نموت، ما بغيتش نتلاح للشارع، ما بغيتش نتلاح للشارع، عييت صافي بارك عليا، غير هذاك العام ديال السجن راه فيه 20 عام، راه فيه 20 عام دوزها، الآدم والآلم، بارك عليا، بارك عليا، بارك عليا، أنا بقيتكم، أنا بغيتكم تسمعوا قصتي بقلبكم. إحساس الأم اللي 30 عام وهي مطلقة، هز الحبل بوحدها، هزو معايا حتى شي واحد إلا الأم ديالي مسكينة، وليت نحس في قلبي أكثر، لو نهار مرضت أمي ما لقيتش باش نساعدها، هي مريضة دابا، وليت حس في قلبي، هي اللي عاونتني في السجن، هي اللي كنت تجي عندي. تتوقف معايا، كذاب لي كذاب يقول لي كاين اصدقاء ولا كاينش، امي بوحدها الام ديالي هي اللي وقفت معايا، وهي دابا محتاجه لي انا وما لقاتنيش، لان ما عندي انا ما عنديش باش نعطيها، وجيت حزت في نفسي، حزت في نفسي لانه كنت تجهز الكفاف ومراه كبيره، تقول امي علاش جيتي؟ تقول يا بنتي ما نخليكش ما نخليكش، هز عينيك وما تجيش عندك ما نخليكش، وما هادشي اللي يمكن ليا نقولو، ما عرفت بغيت فرحة تدخل على قلبي، فأنا من حقي نفرح شوية، بغيت غير فرحة، أنا بغيت حاجة من الدنيا، بغيت غير الدواء، بغيت فرحة تدخل على قلبي، ما يبقاش لي الدقة اللي سمعتها تتخلع، تتفزع صافي تنقول هذا من الدار جا يخرجوني ولا جا، بغيت أنا ولادي ياكلوا عادي بعد بعد الناس، ماشي نهار ناكل ونهار نجلس بلاش،
هادشي اللي غنبغي نقول. وانا كنلخص لكم صافي هادشي في شي اللي غيمكن ليا نقول، لان ماشي ساهل، ماشي ساهل المعاناة ديال 30 عام و 17 عام ديال المرض. هلكني الدوايات، الدوايات راسي أطباء، حتى لدرجة أنا دابا وقفت الدوايات، وقفت الدوايات لأنه ما عنديش باش نشري الدواء، الدواء ديال الاكتئاب غالي، والدولة ما عادش غنقول، ما نقدر نقول والو. نفي تتهبس المرأة ملي كتحمل تهز الحمل، كنتي خاصها مساندة باش تهز الحمل وهي مطلقة عندها أربعة ديال الدراري، كنتي خاص المساندة في هذا الأمر، كان خاص مراجعة ديال هذه الأمور، ماشي يخليو المرأة تكرفس بوحدها ولا ولادو راه يمشي يعيش حياته. علاش؟ علاش؟ أنا كنت صغيرة، أنا كنت هذا، أنا كنت كلشي مشى، كنت بدبي، كنت كلشي، كلشي مشى، مشات الصحة، وبقات لي غير الصحة، ما بغيت والو، أنا بغيت غير صحتي، بغيت فرحة تدخل على ولادي، فرحة تدخل على ولادي ونحس بأن ولادي فرحانين، ما عندناش ديك الفرحة، ديك الفرحة ما بقيناش كنحسوا بها. مبقيناش كنحسوا بها في حياتنا ابدا، مبقيناش كنحسوا بديك الفرحه بقلوبنا، مبقيناش نحسوا بها، حتى حاجه ما بقات كتفرحني، حتى حاجه، كلشي ظلام في ظلام في ظلام. صافي كفي هذا.